صلى الله عليه وسلم بحثي ريشو أساسي أمانية كدوكة شون فياكو مسلمان أساسي أمانة أغرته ولاي نفريك فيها توذو الخوي صيرا كبران بربا في عمري خوا صلى الله عليه وسلم بأدبيك درويتشو أم بأدبيك دروي أوكا جاهي ونزان وفهمك وتقشنك ستحياني بو ونزلك كوتاهي بو دوشاري او بيت ادبيه برامبر با في عمري خواه صلى الله عليه وسلم بخاطر چه بو؟ انسان كعجبي بو كتكبري بو كالاخوه الرازي بو او انسانا بهوي او عجبو تكبرو كهيتي اقاتا مقامك نعوذ بالله دعاي خواه ديكا نظهر بلاي برامبر با في عمري بي ادبي بكات بخاطر اوه كان أخوي رازيب في عمري متهم كربنا عدالتي وبظلم وفناء أبين بخوا بفي أغنبرو نبي ساول أقاتا سرتريش وبعد يسير لجيب في أغنبر في عمري خوابي نسبة ظلمي اللي بدريت أي أو عالمانا يا أو صحابانا كيدواي في أغنبرتا إمروبون أبيت شون قرفتاري دم وزبان وقوامي زهراري أو النبل كتابي إسلامي أمروي إيمة علماء برجستي أمروي إيمة خلقي مسلماني أمروي إيمة لدسو الزبان وقوامي زهراوي أمان محفوظ نبوة بتش بكافر درك الدنيا بقمراء درك الدنيا ببيت أهل ببيت عزانين يعني بحراء بشنهانا ونشان متهم ينكردون بابشينا خزمت في أغمار صلى الله عليه وسلم أولى فالمدكان ينام تاقمان في معارضي كان عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. أبي سعيد الخدري رضا ورحمته إخوائي لبيا فرميت جارك إملا خدمت يا عمر أبو صلى الله عليه وسلم بشك بشاكر غنمت جيراه يا عمر صلى الله عليه وسلم لبين أصحابه بشي أكر أو كابراك تي على ذو الخويصرة هاتو كي أبو لبني تميم وتي أي في أغمار إخوة اعدل عدالتان أو داد فرورانا أم بشبك في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي ويلك ومن يعدل إن لم أعدل كي أبي داد فرور بيت وعادل بيت أقر من داد فرور وعادل نبم فالمي قد خفت وخسرت إن لم أعدل من أهل زرر وزيان أجر عداوة النب أجر عظم نب مدات فرور نب حزتي عمر كري خطاب رضا ورحمتي إخوائي لبيت فالمي يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه فالمي أي في أغمار إخوة إذن بدري بابمشم شرف دم لقدني سري لا شجاب كمو في أغمار صلى الله عليه وسلم فالمي دعه وادي لبينا فإن له أصحابا يحكر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية رواه البخاري رقم 1066 رواه بازم مسلم رقم 1064